الحمد لله رب العالمين. فإن من أخطر الأمراض مرض فتاك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم منه. مرض خطير، إذا كانت الأمراض التي عندما نقول لفظ مرض يتبادر إلى أذهاننا الأمراض الجسدية، فهناك ما هو أعظم منها خطرا وهي الأمراض القلبية. وأعظم هذه الأمراض على الإطلاق مرض النفاق، مرض النفاق عافانا الله وإياكم. فأن يظهر الإنسان شيء ويبطن شيئا آخر، هذا هو النفاق. وهو نفاق على نوعين، نفاق أكبر وهو أن يظهر الإنسان الكفر، وهو أن يظهر الإنسان الإيمان ويبطن الكفر. وهناك نفاق أصغر وأن يتصف الإنسان بعض الصفات التي هو ظاهره يخالف ما في باطنه، ما في باطنه من إذا حدث كذب، وإذا واعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. وذكر الله عز وجل في سورة النساء كما قرأنا قبل قليل صفة من صفات المنافقين، بأنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، قاموا كسالى، فهم يقومون إلى الصلاة لكنهم في قيامهم إلى الصلاة يقومون كسالى، يقومون وصفتهم الكسل والعجز، لا يقومون بهمة وشوق إلى لقيا الخالق عز وجل وإلى الاتصال بربهم سبحانه وتعالى، إنما يكون حالهم أن يقوموا وهم في كسل وعجز وفتور، نسأل الله العافية والسلام. فيحذر الإنسان هذه الصفة. وكذلك من صفاتهم أنهم يكثرون، أنهم يقلون من الذكر، وعندهم الرياء، يراؤون الناس، فهم يذهبون ويصلون لكن صلاتهم ليست لله، إنما رياء وسمعة عافانا الله وإياكم. والنفاق من أخطر الأمراض التي كانت الصحابة رضي الله عنهم يتعوذون منها، بل سأل كل واحد منهم كان حريصا أن يسأل أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان، يسأله أعدني رسول الله من المنافقين، خوفا من هذا المرض الخطير الذي يتسلل للإنسان دون أن يشعر. ومن كانت فيه صفات النفاق الأصغر اقترب من النفاق الأكبر، وكلما زاد نفاقا أصغر كلما وصل أسرع إلى النفاق الأكبر عافانا الله وإياكم. اللهم أعذنا من النفاق، واجعلنا ممن يقومون إلى الصلاة شوقا ورغبة إلى لقياك بهمة وقوة يا رب العالمين. وأعذنا من الكسل والعجز يا رب العالمين. أعذنا من شح أنفسنا يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.